والله عليكم في نمو وناكسن خيارتنا ملكستوها جوكتان، عيد وناكسن، كل عام وأنتم بخير من البوا جوكتان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أنا كوبي لو نور رحي سبدا باردين، لكن مادي بنادي دونا سمر كان يجي دونا كدي بانسي قد دونا شيكو يمكن كله هذا بقى نادي كوبدا عاكتا من سيتي يولي مركز النادي نيوكاسل يو بي اس جي وصدح النادي والله أركيونيين صدح النادي وانبليفل وعجيب مركز لعبه ولي بحتى وعلى تلمامي إن يصدح القيب لوك لقاد النادي ده وعلى يصدح هذا النادي وكو قالسا ريجست كلاب مركز لعبه كو هو وين هدي لقى حلينا بايرن ميونخ يا برشلونة يا ميلان يا ليفربول يا نادي مركز مانشستر يونايتد نادي مركز ريال مدريد يا أتلتيكو يا كو ما لقوا دري هدي لي رادو أرسنال يا يونايتد مال اي كود الترسيني ملاو هو وين انا مجران محايا لجمهور شغل مع عياران استامي وين كده واو وي هان جرين انا قلت مركا يونايتد وديل جرت ارسنال وديل جرت اس بس كنقطه مركا هو وعلي بي اس جي ولا عقته هو كلنا ومركاسي هو وين يونايتد يقول مركاسنا ارسنال وكو دحدحات انت ان جرين انت ان جرين مركا عدد مقاشيت لبنان او ملكيلياش كوخده مدريد هدان كو شيغيا لبنان او ريكوردود اي كيان ان ليرادو مدريد بهدي لا شيغو labadan in baa la soo xusuusanaya labada xidig Luis Suarez waa xidiga koowaad aad buu uga adag yahay kooxdan 12 gol buu ka dhaliyay saddexna waa ku caawiyay ninkii markaasii ah Messi waa soo raaca 26 gol buu ka dhaliyay 14 waa ku caawiyay waa sababta loo yiri markan milkiilayaasha Madrid Madrid baa hadii la maqlo araga baa la soo xusuusanaya maxay yeleen gol badan oo deenab ay ku leeyeen marka maadaama deen far badan leeyeen ku leey iska adkaysta marka aa marka waa ka xogti ugu dambeysay سيبت مامي سام هدي ان كهذا لو نيكي دي ماريا رسميا كوخدو كوبا دعاكتي فينس بو سوو بيري وادو غيدن لكن دي ماريا موقتا كوخا دور وادي غو ان فيلين اسغو سو عياري هدان كو ايرادا كو وران دي ماريا ايا او سو عياري بنفيكا دتكا قار مرو ميسانيان ها ويلكو بنفيكا اسبوها بنفيكا بو سوو عياري سفكدا كتر سنان جيري عجيبا فيري 119 كولن بو سوو عياري 15 جول وادليه 28 عاوينه وا سمي بنفيكا اه سوو بنفيكا سا كديبنا ملاكيس بو نقضي ومدريدا بقولي سكاشا كولن بو عياري صدي لح مركاس هو دليي ستيتي افرنا واعاوي مركا نيكا بقولي سكاشا نيو سكاشا كولن مركاس بو ها هدي اللي رادو ما يونايتد لابي صدون كولن بو عياري افر قول بو دليي لابي توان عاوينا واسمي اوكي دي ماريا بي اس جي لابا بقول شاني سكاشا وناديك اقوب بدا نسوكو متري سندا دورون لقاتي لابا بقول سكاشا نيو مركا شن لا يو مركا وكولن سكاشا دح قول بو دليي بقول سجالي طبعا أسيستي جيسا مركا وحلي هادنا يوفنتوس بوكتر سيهاي ويا عصوب هالكا وقبل لابانا يا ويلكن والغو أمانا يا أمبليبل بالي مركا لأيغو ما انتو كالي ومالين حصوصكو دونيدو كوبا داعاكتا مركا لأيغو دونيدو كوبا داعاكتا حصوصا قارا بين لها لكن مركا مقاشيد برازيليا جرماني ما انتا يكوبا يغانتا وان حصوصتا وداوني هبينكا جرمانيا اسكو حوا حصوصتي حانون كي لابكون يلابا دي انغون قبنا يا هرتو أبينك وحي هيدا بين عجيبة مركل لعبه صوبته جرملكو وأنا حسستها مدحنون كي أنا كقاعد لا بكون يلا بدي يمركي برازيلي كقول السنة سي مركل أبينك هرتو أبين عجيب وهلا بكون يوافر يتمكي تلقى بصدي برازيليين تي هتضرب جول لك كعيب تضربه هل حتى ما هي ولبا أوسكار بقول سعاشك أوكي نيجو مولر مركاسي كان بيبا أفر جول لك كعيب مولر يا كلوس يا كروس يا ولبا خديري بكرة ليه شور لبا لا بكون أوراعي waxa keenay markaasii in todobaad gol lagu doomaantay iska ilmayay reer Brazil ilmadu ka dhamaatay ee dhaqaaqi waayeyno aad markaasii lagu tuntay waliba loo baahdilay marka waxay ahayd mid cajiib ah markaasii hadaba khabiirka kubada cagta ayaa ka sheekeynaya Sky Sports isagu u fadhiya wax badan u falanqeeya ayaa wuxuu qabaa Ronaldo iyo Bavaria ninka markaasii Kevin Hajar leeyahay كيفن هاج وهو سقو قبا أما كيفن هاجت وهو قبا نديه كم دعكت باير إنه كبيره واحد ديفيكول إنه تاع كريستيانو رونالدو وهو لا يرتو ريكورد هو واحد هذا المركز له يسقو ديار أوه إن مشارات كيس دمو هذا نبافاريا سؤال شو هو تاعه يوري سدابة ديناميكي هان وصامين كريا وتكتيكي إن جرام كديسو ومركز أولف الجل كريا حد يقال كله سدابة إنه قال يسجوي جودة قل كله بيسكا وحاسودم بوليسويدين يا بلدي رونالدو بيأد أو تقبريان وحي نغطي بيأد أولو ليسا بيأد مشكلة دا مركا لأو دا ما يونايتد وعاوية لكن هادا وقتي قو هادو حو سمينيو حالي أدوغو ساس ماهين مركا
xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninka Cristiano Ronaldo iyo waliba Bayern inay adag tahay sida buu qaba qabiirkaasi Kevin Hajjad. Sidoo kale nadii kubadda cagta Gunners Arsenal waxay ku dhawaanaysaa wiilka lagu magacaabo Eden Hazard. Xogtu waxay tilmaamaysaa in wiilkan Liverpool yahay isla markaana uu soo saarnayn xogoo waxa inta ku darayaan nadii kubadda cagta Arsenal wiilkan mustaqbal inay u aragto isla markaana sanado u jidi karee waa new Eden Hazard ki Hazard ki horama macnaha kama hadlayna ki oo Mr Berger kama hadlay aniga ninkan rootiga ka dhargiyo kama hadlay waxaan ka hadlayaa nin kale oo new Hazard la yiraahdo balaayo ka dhacday waxa jira Eden Zagrofa la yiraahdo oo falanqaynta xitaa aanu kaga hadlay maanta duurti waliba xitaa boos kala duwan ku ciyaari karayo Arsenal ayaa u buush gareynaysa balay weyna daneeyaysa dalab inay ka gudbiyaan 23 jirka saacadii la soo dhaafay aad baa looga hadalayaa wiilkaasi marka nadiga James buu isagu ciyaari jiray Jarmal buu ku dhashay oo Kosovian 23 sano jira Eden Hazard ka cusub baa la yiraahdaa marka haduu Kosovo dooran doono iyo hadii uu dooran doono Jarmalka waqtiga baa noo sheegi doona hadaba khabiirka kubadda cagta markaasi Sky Sport Kevin Hatch ayaa markana wuxuu ka hadlay suurtagalnimada nadii kubadda cagta Barcelona inay qaadato wiilka Robert Lewandowski Robert Lewandowski mustaqbalkiisa ma naga wadoogtiin buuq fara badan baa ka taagan laakiin wuxuu yiri inkastoo nadii kubadda cagta Barcelona ay dareenayso wiilkan mowqifkiisu waa cadeeyay laakiin wuxuu leeyahay mustaqbal uma muuqdo buu yiri laakiin waxa laga hadlay waxa tahay shuruudda Barcelona iyo mushaaraadkii ninka laga hadlay iyo lacagaha fiiga uu ku bixi karay mooyane mustaqbal umaya la buli aleen saareena sababtoo aninka Mbappe wuxuu arkaa meel dhibaato ku ah isagana maslaxadiisa aan ka shaqeynin marka sidaas ay tahay labaduba waxa u roon buulay in la kala daneysto oo kuwanay daneystaan samarkan isagu daneysto marka labaduba inay kala daneystaan ba u qurux badnaan lahayd buulay marka iyaduna waan arki doonaa xogii ugu dambeeyay sidaas bay tilmaamayaan Robert Lewandowski qabiirka wuxuu leeyahay ay iska daneysto nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu Arsenal wiilkaaleegada Wilshere ayaa gibaanba ka tagay kooxda markaas uu ciyaarayay waliba xitaa ciyaarihiisa gibaanba waa ka fariistay ciyaaraha professionalka soddon jirkan buu isagu ahaa sanado buu ciyaaray soddon sano waa lagu fariistay goor soddon sano waa ciyaaraha laga fariistay ninba waxa way dadaalkaaga marka lagu leeyahay waa la kala tagay orodna maaha oo dadaal baa lagu kala tagay been maaha nina hadda wuxuu ku fariisanaa baa lagu leeyahay soddon sano hadda muxuu qabanaa marka soddon sano aad markaa ku fariisanaysid maxaa qabanay ii sheeg maxaa qabanay marka ha maxaa ka qabanay beena maaragtay kafateeri fariistid iyo inaa marka talk sport habeenka staagnaatid oo hebel aad wax ka sheegtid hebel oo wali sii ciyaaray isagoo markaasi cunugiisa kale aad noqon kariso 39 sii ciyaaray marka isku fiiri isaga iyo waliba ninkii kale ingiriiska ahaa muxuu ahaa nin ingiriis waxa jira isaguna Sunderland iyo kooxan dhan isagu ciyaaray cajiib ah isaguna marka wiil madow balaay ka dhacdo marka Wilshere waa ka fariistay ciyaaraha inkastoo sanada qurux badan uusan dheereysan wayiisa haddaba nadii kubadda cagta Bavaria ayaa u daneeyay wiilkii ahaa Matthias De Ligt wiilka bay doonayaan inay Juventus ka soo qaadaan xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in horumar weyn ay ka sameeyayso naadigaasi caanka ee Bavaria marka Bavaria waxay u arkaysaa laacibkan isagu inuu yahay mid seenaba aan loo lumin karin isla markaana unbelievable marka xoguhu waxay leeyihiin wiilkaasi Bavaria isku safka kooxda buu aadi kariya macnaha waa wiilka Varese buu noqonayaa iyadoo la ogyahay kooxda kubadda cagta inay juhdi ku bixin doonto inay isku day doonto Juventus inaysan si fudud u ogolaan doonin inuusan sahlanayn marka lagu dalabaadka wiilkan lagu qaadanayo laakiin haddana Bavaria rajadoodu iyo kalsoonidoodu aad bay u sareysaa marka la eego laacibkan iyo qiimaha hadda markaas lagu doonayo marka xoguhu waxay tilmaamayaan Bavaria inay ku dhawaanayso Matthias De Ligt oo la ogyahay kooxda dhowr inay isku haystaan kooxda dhowr ay ku dagaalamayaan kooxda dhowr markaasi aad inay markaasi iyagu wali isku haystaan haddaba nadii kubadda cagta ee Chelsea ayaa horumar weyn ka sameeyay heshiiska Nathan Ake wiilkan ayaa ku soo noqon doona kooxda kubadda cagta ee markaasi Blues safkada ayuu isagu noqon doona macnaa Blues buu ku soo noqon doona uu ciyaari jiray haddaba kooxda isagu ciyaari jiray haddaba mar kale buu noqonayaa kooxda ayuu safkada imanaya sida xogii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan marka waan arki doonaa Manchester City iyo Chelsea waxa la yahay waa ka wiilka weekend nadii kubadda cagta United dalab bay markaa gudbisay 100 million la iyo qaal caal kale soo raacaya diga booga labada xidig bay isku qaadanayaan Anthony iyo Lisandro Martinez almost rajada laga qabo aad bay u sareysaa waana marka ay ku dhawiyeen baa leeyahay xogii ugu dambeysay bay tilmaamayaan marka waan arki doonaa hadii wax uu ku rumoobaan laakiin aad bay markaas u daneeyaan heshiiska waqti hore in uu gabagabobo sababtoo waqtigu waa soo haya jaa u diyaargarow waxdheeraadka baa la gaaray mana sahlana marka la mana sahlana
أدوان مركا أورجينيان وحون إيكالا عدادان مركا لأو أدوان سيسير قريسا عبين اللوذاقة.